التواصل المستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل لينطلق شوط ما قبل شوط الختام في هذه الفتره الصباحيه المميزه التي دارت على مدى 30 شوط في هذا الصباح خصصت لسن الحقائق وشعارات ابناء القبائل في هذا الانطلاق المميز. ينطلق شوطنا 29 شوط خاص بالحقائق الابكار. نسير مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل مباشره مع هذه الاسماء المميزه والشعارات الحاضره والمنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط مباشره مع البدايه والمركز الاول والصداره. اول الاسماء التي تقود التحديات هناك من الجانب الاخر قمه لعبد الرحمن بن سالم بن محمد الصعاق المري من يقدم لنا شعاره وتحديات الرائعه والجميله مع المركز الاول بينما ناخذ المركز الثاني. قدوم ووصول من الشرود عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيده مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار الزعبي يتقدم خلال ايضا تواجد هناك لما تصل لما لبطي بن سعيد بن حمد الزعبي. المركز الرابع قدوم ووصول من هتان حمد بن مبارك بن محمد ابو سعيد الخيارين. خامس المراكز شعار الدوسري يتقدم من الجانب الاخر مواقع الشعار اللي مغطي عليه ايضا في هذه اللحظات ولكن شوف اللي قادمه في هذا المسار. هنا تتقدم غزر فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في مسار وتحديات هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الاصاله محبين رياضه سباقات الهجن العربيه الاصيله. لكن عوده مباشره مع المركز الاول عوده مباشره مع صداره الشوط. نعود مع المركز الاول مع شعار الفهيدي مغير وانتقل مباشره مع الصداره الشرود عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيده من غير وبدا يسير بتحدياته الرائعه والجميله مع المركز الاول. ناخذ المركز الثاني قمه هنا لعبد الرحمن بن سالم بن محمد الصعاق المري قادم بتحدياته من خلال تواجد ايضا قمه. المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل هتان حمد بن مبارك بن محمد ابو سعيد الخيارين. المركز الرابع وصول في هذه اللحظات وصلت هنا الشامخه محمد بن عبد الله الزعبي يصل شعار ايضا محمد بن عبد الله الزعبي في هذه اللحظات شعار زميلنا الاعلامي حمد بن محمد الزعبي ايضا يتقدم في هذا المسار المميز والجميل من خلال ايضا هذا التواجد الجميل والرائع في هذا المسار. شعار الدوسري هناك مع المركز الرابع وايضا شعار بن برقان قادم مع انطلاق الترقد محمد بن برقان المقارح يصل الصارم بتحديات رائعه والجميله يطمح بانتزاع نقطه رابعه في هذا الصباح المميز والجميل. تابع الاسماء تابع الشعارات بدات بالاقتراب والظهور ايضا في هذا الانطلاق والمسار المميز مع اقترابنا من لائحه الكيلو متر الاخير. الكيلو الخطير هناك مع الفهيدي من بدا يسير بتحديات رائعه. الشرود هناك من راحت عن بقيه الاسماء راحت مع المركز الاول عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيده راح مع الناموس والانتصار بشعاره المميز بشعاره الجميل والرائع مع المركز الاول بينما اتابع هنا التقدم من قبل هتان حمد بن مبارك بن محمد ابو سعيد الخيارين. بينما المركز الثالث تابع الوصول والتقدم من شعار الزعبي يصل من خلال ايضا تواجد هنا ايضا الشامخ محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. والمركز الخامس وصول من شعار بن برقان لكن عوده مع البدايه. نعود مع الشرود الله يا سلام طارت مع الناموس مع الانتصار راحت مع البدايه راحت مع المركز الاول بشعارها الرائع. هنا الشرود مع المركز الاول دير بالك قادم الخيارين مع المركز الثاني مع هتاني ايضا هنا يا راعي الشرود اشرد يا راعي الشرود وصل الخيارين وصل مع الامتار الاخيره يقدم لانطلاقه هتان حمد بن مبارك بن محمد ال ابو سعيد الخيارين. تابع هذا الاداء المميز والجميل هتان 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 تغير مع الامتار الاخيره تغير مع الامتار المجنونه بانطلاقتها الرائعه والجميله. سلام هتان سلام سلام الخيارين سلام اداء مميز وشكل رائع ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الرائع والمميز. مشكور الخيارين سلمت يمينك على هذا الاداء واسعد الله صباحك على فوز هتان بناموس هذا الشوط. سلام على هذا الاداء الرائع والجميل. المركز الثاني المركز الثاني وصلت الشرود عامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفهيده. المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول القدوم من الشامخه محمد بن عبد الله بن حمد الزعبي. المركز الرابع وصلت مع المركز الرابع رغد محمد بن برقان المقارح. المركز الخامس المركز الخامس طلب سالم بن زيد بن راشد بن انديله المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط ولكن حضر شعار الخيارين
حتان حمد بن مبارك محمد أبو سعيد الخيارين. توقيت الزمني لحظة وصولا لخط النهاية. ها هو ملخص هذا الشوط مشاهدينا الكرام باللقطات الباقيه لهتان. تهانينا والناموس على هذا الفوز يا الخيارين والانتصار. توقيت الزمني 4:31.56 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك هتان حمد بن مبارك محمد أبو سعيد الخيارين. بينما المركز الثاني وصلت الشروط. توقيت الزمني 4:33.20 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لعامر بن عبد الله بن حمد الحسن الفيده. بينما المركز الثالث كان القدوم والوصول من شعار الزعبي. توقيتها الزمني 4:36.74 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن محمد الزعبي.